عايزين النهارده بقى طبعا نتكلم عن يعني ايه منتخب مصر والتصفيات المؤهله للمونديال، او منتخب مصر والمشاركه في المونديال. يعني ممكن حتى نبتدي من اول 90، ولا عايز ترجع بالزمن اللي قبل كده؟ احنا النهارده اتفقنا ان احنا عشان تصفيات كاس العالم قلنا هنعمل حاجه على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. ماشي. احنا كل انتباهنا رايح لكاس العالم، لكن برضو كاس الامم الافريقيه واحنا يعني الرمز، واحنا اكبر دوله واخده بطولات، واحنا التاريخ، واحنا مؤسسين الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي مقر هنا في مصر. فقلنا النهارده نعمل حاجه الفقره دي هنعملها على الامم الافريقيه، والفقره الجايه عن كاس العالم. ماشي. يكون بنت الرؤيه هنلاعب الفرقه مين، مهما تكون قويه، مهما تكون فرقه احنا يعني الفرقه دي كلها لعبناها وكسبناها. لو شفنا التصنيف الخمس فرق الكبار دولت اللي احنا لعبهم، اي فرقه منهم كلهم كسبناهم وكلهم وصلنا عن طريقهم كاس العالم. فمفيش حاجه صعبه، ده رساله للشعب المصري ان مفيش حاجه صعبه، احنا رجالتنا قد اي فرقه ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن كاس الامم الافريقيه وبدايتها، وازاي بدات، وازاي الاتحاد الافريقي بدا. في شويه صور هنعرضها ان شاء الله، ان من اول 1957 ما بدات الاتحاد الافريقي هنا، حاول اجتماع ويكون هنا مقره في مصر، وازاي القيمه والقامه رحمه الله استاذ مراد فهمي، ان هو ازاي ان هو كان من اوائل الناس اللي هم انشاوا الاتحاد الافريقي في مصر في 1957. وبعد كده اتفقوا مع بعضيهم، وجا في صوره هنا جايبه جميع من كل افريقيا، من مصر والسودان ومن اثيوبيا ومن جنوب افريقيا، اكتر من رمز اهي. شكرا. اول صوره اهي جايبه اول اجتماع للاتحاد الافريقي في مصر، ها ان هم يعملوا بطوله تجمع الدول الافريقيه وتزود العلاقات والمحبه بين الدول الافريقيه. سنه 57 57 ده اول اجتماع اللي هم اتفقوا فيه، وكان في هنا في مصر، ان هم يعملوا بطوله افريقيه تجمع بين الدول الافريقيه لزياده المحبه والترابط الرياضي والفني والثقافي. جميل. فعملوا بطوله وقالوا ان اول بطوله هنعملها في الشقيقه الدوله السودان. ورحنا السودان وكان فيها ثلاث فرق مشتركه، مصر والسودان واثيوبيا. ثلاث فرق هم لعبوا اول بطوله، وكان اول ماتش لينا، وسبحان الله يعني احنا لعبنا بطولتين ورا بعض نفس الفرق، ها وده ماتش يجي في الاول، ده يعني اول ماتش لعبناه كان مصر والسودان، واول جون كان احرزه اللاعب اهو، كسبنا 2-1. وكان الكابتن رأفت عطيه جاب جون، والكابتن الديبه جاب الجون الثاني، وكسبنا السودان 2-1 في اول لقاء، وكان ده في ام درمان في العاصمه السودانيه. ده بنتكلم سنه كام تحديدا؟ 1957 57. ودي اول بطوله اتلعبت في يعني امم الافريقيه، وكان باشتراك ثلاث دول، مصر السودان اثيوبيا. وكان ده اهو جايب حتى الصورتين اهم اللاعبين اللي متصورين، كابتن رفعت هتلعب الزمالك، وكابتن الديبه لاعب الاتحاد. تمام. الجميل بقى احنا كانت يعني تختلف مش زي دلوقتي بقى 16 فريق و24 فريق. دي كانت وقتها على الضيق. ثلاثة بس. أي حاجة بتبدأ كده. طبعًا. على بسيط، وبتبدأ مع حب الأفريقيا. ورئيس السيسي ما شاء الله يعني لما رجعنا لنا أفريقيا تانية وبقينا في حضنها بقينا حاجة واحدة، ها؟ فده كويس لما نرجع لأفريقيا وتاريخها محبة لمصر. الماتش التاني جميل قوي بقى. ليه؟ لعبنا مع اثيوبيا. كسبنا اثيوبيا، كسبناها او الحبشه كان ساعتها ليه اكتر من اسم، الحبشه وهيلا سلاسي ودلوقتي اثيوبيا وحاجات زي كده. فدلوقتي لعبنا الماتش ده، عملنا ماتش نتيجه حلوه قوي، كسبنا 4-0. حلو. والجميل التقدم اهو ده جميل. والجميل اللي جاب الاربع تجوان مين؟ كابتن الديبه. كابتن الديبه كان لاعب فريق العظيم نادي الاتحاد. انا بحب نادي الاتحاد قوي. لو ترجع للنادي الاهلي زمان كان دي شان كبير. لما ترجع للنادي الاهلي في تاريخه كان كل لقاء قبل ما يبدا الموسم الرياضي يعملوا لقاء حبي الاهلي والاتحاد، فكان بتوضد العلاقه الى الان على مدار 100 سنه، العلاقه بين الاهلي والاتحاد قويه جدا.